القرآن كم مرة كان كقرنا لا بتوذو كقرنا بل هو آيات بينات في صدور بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون إلهي واكي كلها قرآن كان لا بتوحي كسوية ذاتك إلهي وعلمك وسيي ذاتك إلهي قلبك ونورك إيمانك يقين تقول لكي أي قرآن كن لا بتوذي إلهي كو إلهي وقاذا حديث النبي محمد والله صلى الله عليه وسلم أهدي محدثين تو أي صوابحين أي حديث كلا سو جمعية سقنا حتى نمك يهود وحس كدين انت سو أحاديث وما ركتان إسرائيلية ذين أحاديث النبي يكون حقريان نن زنديقة أو خلافة دي وحجعالها إنا هيد ما ركتان هارون الرشيد إنا هيد يالله سو قبتي مركاس الكركة لغا قوي مركاس وقصلي حد كو قصو شال لغوي وان اندان اتوك لغو وضا ما ركتان إلا دلدلو أم اللدلو وحد انت سو أحاديث أو موضوعة و إسرائيلية هذا أيان حديث النبي محمد كنا حقل ديبول مركا تاسع فائدة يقول أنيقا وحاودون يا مركا إن لقد هذا والله قاد ديني لقدي لي ماي أحاديث تا نوشك لكن وحال لدي مي قادو قرتك قو يقول هارون الرشيد وحان يسا نابول الرق وكم دي هاي مارك تاني عبد الله بن مبارك رحمة الله عليه رق نوع عاص هبل يهبل صدح نمبوتري مركا رجاسا كلا قرن دونا يقول قول النبي محمد كصواب حي هي قول كمارك تاني بين آدم كلا أويدي رج إلى هاي قلب جو والنور جو قليه أو كلا صار يعني هاي سنة يبوك أويدي مرك الدين تينو وحي هري إلى هاي النبي وعيوش يا جانو بادت كل وجوه العليا لكن دت كدين تها يستا أيا كلا دون أو كلا بدلاً saxaabadu markay tiradoodu ay yaraatay ee dadkii kale ee islaamka jadiidkiina ay tiradoodu badatay ayaa ninka soo saxaabiye markaa xir badan buu yeesho diinta ka baratay abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu ayaa ku yiri ardaydi uu wax barayay wuxuu yiri antum aktharu salatan wa aktharu siyaman wa aktharu ijtihadan min ashabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam buu ku yiri أصحاب النبي محمد الله رأى لك النغذي بكيري إنك كصلاة بدن إنك كصوم بدن إنك كددال بدن بود حق عبادة ددال كيجي الدين برشضة ولكن كانوا خيرا منكم بود لكن سوى إنك خير بدن يبود لما يا أبا عبد الرحمن بيكون هذا سيكون عليه ذكرت لنا كثرة الصلاة وكثرة الصيام وذكرت لهم كثرة الخير waxay ku yiraahdeen annakana waxaad nagu aamantay inaan ka salaad badanahay oo aan ka soo badanahay oo xagga cibaadada maragtaan ee u dadaalkeegana aan ka dadaal badanahay ayakana khayr badan baad ku sheegtay seen nooga khayr badan baa lagu yiri laba khasladood oo ajeeb u sheegay abdullah ibn mas'ud wuxuu rakaanu hum azhada fi dunya wa arghaba fi al-akhirah buu yiri ayaku waxay haayeen adduyadan dadku dhex zaahiday bay haayeen أخرت نجعل بها ينيوك ذات أدوية ذنه دح جوغان كل دح زاهدي أدوية ذا وي هايستان هذا هايستان أدوية ذو قلبك ذوك مجرين بناك كتال إياك إنك كي آنن هايستان أدوية قلبك كجلت كهايستان محاضم ولين مركام كي أنا أدوية بحيسن بفقير كاها أي أدوية قلبي يا مدحك كشي ويوري ريسي كي حيسن أمرك سدى وقشي كي أدوية حيسن سدى بنوني دي أدوية وعيا رسامانت أصحاب محمد نمحي هايان وي حيسن أدوية لكن أدوية قلبي قد كمي جرين بنانك كتال ليك كمي دحجرين شيخ مركو بنانكا كايا لو ودي بير ياهي موت افضل ديا اتسكر ديك مركا دونتو مركا دونتو نوال قادن لكن شيخ مركو قلبك كاكا جر كورا كتو كن كريم ايسي
oo ilaahay ka xusuusan kari maysid oo diintaada ka baran kari maysid oo diintaada ka shaqayn kari maysid meel bay kugu xidhay abu talxa radiallaahu canhu ayaa soo galay masjidkii nebigeena calayhi salaatu wasalaam markaa buri yaa rasuul allah aayaddanaan maqlay oo maanta dushaada ku soo degtay buu yidhi aayad baa soo degaysay way bedelaysay iyaga innagana maanta sudduga jiza qur-aanka haddii ummadda lagu dul macneeyo wax isbeddela uu yar yahay maanta لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم آية القرآن في سورة آل عمران لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون البر هذا من غشيت والجمع خير دمانتي ويان هناك أردن مركز ليلة ذوى البر إلهي بالو هناك أردن دمانتي هل ميسان إلا واحد جعشهن الله درتي أضب حسان موياني مما تحبون واحد جعشين بحان جعل لهاي إنكو ما أنت صدقة دمر كان بحرينه ما واحد أكتين أقوق قيمة بضم باب بحنا مسا واحد وغير كل شلن مسا بقول شلن باد بحن فرق أنك والزمن كان جوغنا وآيات دي مغلينا وحديث كي نبيغينا مغلينا عليه الصلاة والسلام وصحابي قصدي آيات دا أبدشي مغلينا إنما سامينيس آيات داس قرآن إن حب أموالي إلي بيرحابو حول حيغا حول حيغا إن حول بدن بوها بيرب بدن بولها حول بدن بولها قنعس بدن بولها حول حيغا تانو قد جعل حيبلو بيرت بيرحا ليدا بير الگي كتالا مدينة المنورة كتالا بيرت سانو قد جعل حيبلو بيرها حول حيغا ولما مسكيت النبي جن عليه الصلاة والسلام مقابل كيسكو تالي هرم عنا ويل هاي بيا معنا ويل هاي ولما النبي محمد صلى الله عليه وسلم مركو صلاة أو كبحه بيرت بيروح على إلى أن توق قالوا هرك يجنا والنبي هو صفر السنة يجي بيا هيجا معنا النبي هو عبد جري بيرت أن تقي ملاذها مركز شخص قال بيرت أن قال يا بيا هيجا استعمال يا هرك يجنا استعمال يا ما هبقر وسيد ولد آدم عليه السلام آدم عليه السلام ويل دش آدم أو دلي شخص يقول سيد سنا وين واحد بيرت استعمال أي هرك يدي بيه هيك أنت شرف بيرت سوق لسه شرف يا كرام هذا مع ذلك وحولي بيرت سان حوله جا وجعله وان بحيه مكيد أركابو النبي يقول بخن ذلك مال رابح ذلك مال رابح بخن في المدرسة اللغة الصومالية أرجع أقول دو وركان وان باري موقته كتاب كان رياض الصالحين كان في الصومالية قال له ترجمة أنا باب الرخيص وترجمة أيان يدي بل كيف بخن أرجع نروح السوق قاتم مركا أجا استعمال الصومالي ده نحجز يعني وكلمة لا استعمال قرمة مركا قف الشيء الله يا أبو لا تعجوه مركب النبي يقول مالك أصوات كم عشت بي قنعسك التجارة دا أدي إلهي ما أنت إن دحمرتي وات كم عشتي ولكن روح نور كاب النبي يقول إن القرابة هذا أساس يك أو حق له قرابة دي سي إن اللي أنت فقير قرابة دي سكون بحجرتين تو ويري أيوب بارتي لنذوق قيبيه سامعين تاس أي الله قد أن ليه القرآن كان القرآن هو وعد إلهي القرآن هو وعد إيه ووعد إلهي القرآن هو دعوة إلهي إنك ونسي القرآن هو دعوة فذكر بالقرآن من يخاف وعيد نبي محمد صلى الله عليه وسلم أمر مدرس هذا وقارسينه يي القرآن كانوا بدو شو ذكوا آخرين وحكى لكم آخرين